بداية زي ما قلنا كده أسبوع جديد وجهاز فني جديد كمان كلنا عصرناه بتعيين البرتغالي طبعا كارلوس كيروش مديرا فنيا. هو زي ما بيتقال كده خبرة كبيرة جدا، مسيرة تدريبية مليئة بالتحديات مليئة بالانتصارات. جهاز المعاون ليه كمان خليني أقول لحضراتكم زي ما احنا طبعا تابعنا بيتكون من ضياء السيد هو مدرب عام، محمد شاوي مدرب مساعد، وائل جمعة مدير للمنتخب، وعصام الحضري مدرب للحراس. قبل كمان ما نتكلم عن الجهاز المعاون خلينا برضو نستفيد شوية زي ما بتقال كده عن كارلوس كيروش. هو صاحب ال 68 سنة، هنقول أو هنيجي نفتكر كده بعض التعليقات اللي قالك طب وليه نروح لواحد 68 سنة وليه نروح لواحد كبير في السن وليه نروح الأسئلة والحاجات اللي كانت متداولة بشكل كبير جدا. فطيب قبل ما نيجي نحكم تعالوا نشوف السي في بتاع هذا الرجل. بدايته كانت فين في التدريب؟ كانت مع أسترول بريا البرتغالي، بعد كده تولى منتخب البرتغال للشباب اللي كان تحت 20 سنة. عام 1994 تولى تدريب عدة فرق برتغالية أبرزها كان فريق سبورتينج لشبونة، وبعد عامين في سبورتينج لشبونة انتقل بعد كده لتدريب نيويورك ريد بولز الأمريكي، وبعد كده ناغويا الياباني. ده جزء. طيب تعالوا نكمل. بعد كده رجع تاني للعمل في المنتخبات اللي درب فيها منتخبي الإمارات، بعد كده جنوب إفريقيا، وده لو احنا هنتكلم أكيد يعني هيدينا إشارة أن عنده خبرة بالكرة العربية والإفريقية، وده اللي احنا بتهيألي برضو محتاجينه جدا الفترة الحالية. طيب دي خبرات أكيد بتثقل السي في بتاعت أي شخص، واللي هنتكلم هنا عن كارلوس كيروش تحديدا أكيد ده بتثقل السي في بتاعه. إلى جانب إيه كمان؟ إلى جانب أنه بعد كل ده عمل أيضا مدربا مساعدا في مانشستر يونايتد بقى لو احنا هنتكلم على المستوى الدولي، وكمان تولى تدريب العملاق الإسباني زي ما احنا عارفين ريال مدريد، ده كان بس كان موسم واحد عام 2003 تحديدا. بعد كده رجع تاني مدرب مساعد في مانشستر يونايتد عام 2008، تولى كمان تدريب منتخب البرتغال ولعب كمان معاهم في كاس العالم 2010، ودرب ايران منتخب ايران ومنتخب كولومبيا. وخليني اقول لحضراتكم برضو جدير بالذكر ان هو درب اساطير، يعني لو هنتكلم عن الاسامي عندنا زي لويس فيجو، كريستيانو رونالدو، بيكهام، وناس تانية كتير عمالقه في هذه الرياضه. فلما نيجي نتكلم بقى كده ونحكم لازم نشوف السي في بتاع هذا الشخص اللي هو اكيد مشرف بشكل كبير جدا. عندنا امل، اكيد كلنا عندنا امل ان شاء الله ان يكون في على الارض يعني شغل مختلف. ده بالنسبه يعني كارلوس كيروش.